أولمبيك أسفي وحسنية أكادير بعنوانين مختلفين، الأول لكسب النقاط الثلاث وطرد شبح النتائج السلبية الذي لزمه منذ انطلاقة الموسم، خاصة بعد تحقيقه أول فوز الدورة الماضية، والثاني حسنية أكادير لتأكيد النتائج الإيجابية التي حققها هذا الموسم رفقة المدرب عبد الهادي السكتيوي. المقابلة ديال ضد فريق أولمبيك أسفي اللي كنعتبرها مباراة عادية، جينا كل العزم وإصرار وباش نحققوا واحد النتيجة إيجابية، ولا جاب الله تحقق نتيجة إيجابية ديما حنا راه أون فو غاردي توجور لا تيت سور لي زيبول وكونتيني العمل ديالنا إن شاء الله. فريق أولمبيك مستعد كل استعداد في حقه باش يزكي النتيجة الأخيرة اللي فزنا بها ضد فريق أولمبيك خميسات، اللاعبين في المستوى كل شيء متجند لهذا المقابل باش يكون إلا الفوز. طموح الفريقين تجسد على أرضية الميدان حيث بادر الطرفان إلى تبادل الهجمات، افتقدت كثير منها إلى الدقة والتركيز إلى حين الدقيقة 42. الظهير الأيسر للأولمبيك سعد أيت الخرصة يسجل أول فرصة حقيقية أتيحت له بعد مجهود فردي، معلنا عن الهدف الوحيد في المباراة. خلال الشوط الثاني دافع الفريق المحلي عن تقدمه بشكل جيد معتمدا على مرتدات الهجومية القليلة التي أتيحت له، بينما تراجع أداء الحسنية الذي لم يجد الحلول المناسبة أمام الانتشار الجيد للعناصر المسفيوية. تلقينا هدف يعني جامي تمارك علينا، حاولنا أننا نسجلوا هدف التعادل ما تأثرش لينا، كما قلت لك أولمبيك أسفي مارك هدف واحد ورجع لوراء دافع على الحدود ديالو، وكنهنيه من هذه المباراة واحد موفق اللي حصل أكادير. كانت مقابلة صعبة بالنسبة لنا، وخصوصا أننا كنا كنعانيو من اللياقة البدنية ديال بعض اللاعبين، أظن بأنه ما راضيش 100% لأنني عارف هاد اللاعبين ممكن يعطيو أكثر، وهاد أكثر هذه اللي غيقدر يعاوننا فيها هو الجمهور اللي ما كيجيش يأزرنا. أنا كنطلب منهم أنهم يجيو يأزروا اللاعبين لأنهم في أمس الحاجة لهم في هذا الوقت الراهن. هو الفوز الثاني على التوالي لأبناء المدرب فرتوتا، فوز خلص أولمبيك أسفي مؤقتا من المركز الأخير إلى الرتبة 15 بثماني نقاط، في انتظار التأكيد في الدورات القادمة.